مكالمة من الليل مكتوب على تروكو لرجل الاسم زبيدة. قلق لقيت أولها هاي لقدام شو بدي أدلعها. مبدئيا أنا مش محضر إشي، طالع أوريكم لبسي وأنزل، شو رأيكم؟ لأن قيم من 10 قيموني. 5 5 ها هون روح انت. زي ابوي شافني قبل ما اطلع قال لي شو هذا اللي لابسه، لابس حمالات؟ قلت له لا يا زلمه حمالات بيجوا بنمر هذولاك، شيال هذا مالك. قال لي وين رايح؟ قلت له رايح اعمل عرض ستاند اب كوميدي. ما فهمش، قال لي طول عمرك خازينه. انا عبد الله صبيح واليوم جاي احكي لكم عن تجربتي مع الحب. كانتش نكتي طبعا، احنا اللا فقريات برضو عندنا مشاعر. اصعب موقف ممكن تنحط فيه انه تكون نايم جنب واحد بيحكي مع حبيبته بالليل. يا اخي بتبلش تسمع هيك اصوات غريبه انت مش متعود عليها. انت بتكون نايم هيك فجاه بيطلع صوت من جنبك، شو بتساوي؟ ها شو في مالكو؟ هلا انا واخوي بننام بنفس الغرفه، واخوي من النوعيه اللي لما يحكي مع حبيبته بيفتح سبيكر، ما عنده اشي يخسره. ما بعرف ليه مع انه بتزبط عادي، يعني ها هاي ايد على التلفون والايد الثانيه على الحرام، على الحرام حكينا. بالمناسبه اخوي موجود معنا اليوم، مش عارف وين قاعد، بيجي فيها كف. مبسوط بزكفولك، اصبر علي اصبر علي. بكون نايم جنبه بقضوها هو وهي بحس حالي بمستشفى البشير قسم الاي سي يو، كمية انين رهيبة جنبي. بعدين بضطر اسمع مواضيع انا مش مهتم فيها، زي مثلا بقولها الفستان التركواز المصحك، ضراغمي ضراغمي نايم جنبي. بعدين بقولها بس للأمانة شخصيته صارم وشخصيته قوية، بقولها كم مرة حكيت لك بعد السبعة ما في طلعة من البيت؟ سعد جابر، سعد جابر نايم جنبي أبدا. المهم أنا تحت الحرام شوي بتقول له حبيبي تعبانة، بقولها في واوا، بتقول له طبعا انا تحت الحرام قولوني بنفخ قاعد ولا شو؟ بقولها طيب ابوس الواوا. شو بدك تبوس الواوا؟ وين يا فايزر؟ ولك انت تامين مع كاش، لقاح مش ماخر. شوي اختفى الصوت، طفوا السبيكر وطلع صوت فجاه شو بلشتوا؟ طب استنوني انام اقل ما فيها. ولك الدنيا رمضان بدي اقول لك يومين بتتسحر شمعنا، شو بتساوي؟ خلاص يلا انا عرض هالقصه، رفعت الحرام لقيته واقف عند الشباك برسم حرف حبيبته على القزاز. بس هو بيني وبينك للأمانة الواحد يعني نفسه يرتبط، نفسه يجرب نفسه يشوف إيموجي جنب اسمه، نفسه تتغير الكنية تاعته لأميري وتيني أباطي يا زلمة أي شيء. فبتعرفوا النظام ظبط لي أختها كان دارج وقتها، فقلت له يا شوف لنا أختها. قال لي ما عندهاش خوات. طب إخوان يا زلمة أي شيء بقول لك. فالبنت على التلفون بتحكي خلص بشوف له بنت عمي، ما بوعده بس إن شاء الله خير، نظام بنوك. قدمنا طلب، ثاني يوم بوصلني موافقة، مكالمة من الليل مكتوب على تروكو لرجل اسم زبيدة.
لقلقت اولها هاي لقدام شو بدي ادلعها. رديت حكينا الو حكينا شوي فقلت لها ابعثي لي صورتك. قالت لي عبد الله لا لو سمحت صور ما ببعث. بعد 3 ثواني بفتح الستوري لقيت البوم كامل بكل الوضعيات هيك وهيك وهيك كل الوضعيات. طب ليش معنا يعني؟ حكينا شوي فبقول لها شو مواصفات فتى احلامك؟ قالت لي عضلات موجود يكون طويل موجود واهم شيء اهم شيء يكون عنده شعر بدقنه. لازم بدقنه يعني شرطش له يا زبيده شو بدي اعمل شو بدي اسوي؟ قالت لي صحيح طب انت بعت لي صورتك. شو هو انا وجهي بزبطش يتدخل الموضوع زي هيك شو بدي اسوي ما انتو شايفين. فروحت على السناب اتصورت صوره في فلتر اللحيه وبعثت لها الصوره. ردت فعلها هيك كانت بالضبط. اها يلا طلعت معها زي منلف ومنرجع لك. المهم اتفقنا نلتقي الاسبوع الجاي. فقررت ادور على وصفه بسرعه اطلع فيها اللحيه باسرع وقت. رحت على الفيسبوك على جروب وصفات تقويه باداره ابو ياسر. شكلك ابو ياسر. فتحت الجروب اول بوست احصل على قوه تصل الى 3 حصان. مش مهتم بس سيفته. ثاني بوست لا داعي للحرج بعد اليوم ابهرها بادائك. مش مهتم بس سيفته. انت شكلك ادمن الجروب. ثالث بوست بفتح لإنبات الشعر وتقوية البصيلات إذا بدك الوصفة أكتب. تم كتبنا تم وصلت الوصفة. بقرأ حبوب منع الحمل مع زيت الزيتون ويفرك جيدا. حلو بقول لك يفرك جيدا ممتاز. أخذت الوصفة ورحت على الصيدلية. دخلت على الصيدلية مرحبا بدي حبوب منع حمل. لمين؟ إلي. لا جد لمين؟ والله إلي. قال لي طيب أستاذي يعني إذا يعني عدم أخذ للست الوالدة؟ إذا مش للست الوالدة الحج بينام بالصالون. لا مش للست الوالدة. طيب يعني عدم المؤاخذة في أساليب وقاية ثانية إذا بتحب. وقاية من شو؟ ما أنا أصلاً ما عنديش. ما عندكاش شو؟ ما عنديش يا دوب منبز. طيب ماشي خد هاي الشريط بس أهم شي يحكي لها تأخذ الشريط كامل. كله دكتور فرك وأحط زيت وكله لازم. شو اللي فريك وزيت؟ احترم حالك مالك؟ قلت له مالك دكتور هاي صاحبي حسام برا كان يفرك وطلع له يابس وغزير. حسام تعال فرجي. شو يفرجيني؟ خلص خد الشيء تروح خد الشيء تروح. شوفي اخذت الشريط وروحت على البيت. روحت على البيت عشان افرك. وين بدي افرك؟ وين بدي افرك؟ أنسب مكان أفرك. شكلك فارق قبل هالمرة. أنسب مكان أفرك فيه الحمام. دخلت على الحمام عبيت صحن هالزيت لزوم الوصفة يعني مش من عندي وبلشت أفرك وأفرك وأفرك ولا مالك. وبلشت أفرك شوي. إجى عندنا صاحب أبوي فأبوي بيطبل على الباب بقول لي عبد الله اطلع بسرعة عمك سامي بده يفوت على الحمام. شو هو؟
زلمه، الواحد بيعرف شو يفرق في هالدار؟ شو بتفرق؟ خلاص يلا طالع طالع. غسلت وطلعت من الحمام، مين فات وراي؟ العم سامي. طلع هيك شاف الشريط، طلع هيك شاف صحن الزيت، مسك الشريط وفات عند ابوي. قال له شو ابو عاصم يا اخي، جد العمر مش مقياس. لا وبتعملوا تنظيم كمان. طب صحن الزيت شو وضعه ابو عاصم؟ قلت له عم لا انت فاهم غلط، هذا الشريط الي. طلع علي هيك وبلش يقرب. عمو سامي لا، عمو سامي انت فاهم غلط، ناديني سامي بدون عمو. قلت له عم انت فاهم غلط، هاي وصفة لتقوية اللحية، تعال اورجيك. فرجيني. لا هدي مالك يا زلمة. فتحت على جروب اول بوست مغيره تبع الثلاث حصان، قال لي بالله ثواني، بالله يفتح لي على الكومنت اشوف اذا حدا استفاد. فتحت على الكومنت وهون كانت الصدمة، لقيت ابوي معلق كاتب تم. لف عليه قال له شو ابو عاصم كمان هون؟ مرت الايام والزبيدة قاعدة بتستنى وشعر بدقنه مش راضي يطلع، شو بدي اساوي؟ قلت يا ولد روح قابلها واللي بده يصير يصير. رحت شيكت اموري ورشيت كولونيا رايح اقابل زبيدة. قلت لها وين راح نتقابل؟ قالت لي خلص انا ببعث لك اللوكيشن، انا موصي من طلبات مش رايح اقابل. وصلت المكان طلع كوفي شوب من هذا اللي بيكون في موظف على الباب لابس قميص بقول لك تفضل استاذي، عرفتوهم هدول؟ وانا معيش غير 10 ليرات وزبيدة من اسمها ما ظنيت حاملة مصاري، يعني مبينة. دخلت طلعت هيك عرفتها، كانت طاقعة كعب من هذا تاع موظفات القبول والتسجيل، كعب هذا. دخلت عليها مرحبا عرفتيني؟ لا. طب هيك ليش لابس قناع؟ قلت الناس مش قناع، هذا وجهي. مالك زبيدة؟ بس اعطيني فرصة افهمك زبيدة، انا الاسبوع كامل بفرك عشانك زبيدة، انا عمو سامي كان راح. مالك زبيدة؟ اعطينا فرصة. قعدنا وصل المنيو، بطلع هيك اقل شيء في المنيو فوق العشر ليرات، طلعت هيك لقيت شيء بليرتين ونص، قلت بس هو لو سمحت اعطيني ثنتين من هاي. عفوا خلص هلا انتوا عفوا، اعطيني ثنتين من هاي الي ولا زبيدة مالك؟ قال لي بس استاذ هذا بربيش صحي ومن يومها لليوم وانا بفرك وفيش نتيجة، فاذا في حدا عنده وصفة لللحية يكتب تم ويتواصل معي بعد العرض. هذا كان وقتي معك، وكان معكم عبد الله صبيح.